السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راهي تقريبا الساعة الواحدة صباحا. هاي راهي الواحدة صباحا في راس الواد. الثلوج بدات تصب عندها مدة تقريبا واحد العشرة دقائق، والحمد لله رب العالمين عطانا هذا الطقس هذا، وان شاء الله ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله تولي غدوة دعوة بيضاء كما لازم الحال. ودوك نوريكم شويه راس الواد، راهي الوحده تاع الصباح هذا وين خرجت، وان شاء الله الفيديو هذه تشوفوها اون ديريكت. هاي كما راكم تشوفوا هنا دوك الطقس راهي تقريبا الوحده تقريبا الوحده. الامن الوطني راه يدير في الدوريه تاعو كما ينبغي. كما راكم تشوفوا هنا الطوموبيلات مليانين. هذا رانا في الشارع الكبير اللي طالع كارتي الوئام، رانا في الوئام ان شاء الله كما راكم تشوفوا، وان شاء الله خير ان شاء الله خير. رانا في الوئام، هذا هو الثلوج الاولى اللي صبتها، عندها تقريبا 10 دقائق ملي صبت. الله يبارك ونتمنى ان شاء الله ايام الثلج كلها كما راكم تشوفوا. مازال الثلج ما صبش مليح مليح، بس ان شاء الله يولي يصب نورمال. ها هذا هو الطقس في راس الواد. وكيما قلت لكم راهي تقريبا الوحده. ها راهي الوحده تاع الصباح والثلج بدا يصب. مازال كما راكم تشوفوا انا رانا في الوئام توجور، ما نقدرش نمشي حتى الفوق خاطرش الدعوه راه البرد شويه. بصح الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين في سقط الثلوج هذه. راه واحد البرد راه واق ميس ابر، واحد ميس ابر. ها هاكم تشوفوها. ها ها وان شاء الله مازال يصوب ان شاء الله كما راكم تشوفوا. هادو تصور الاولين، قلنا لكم راهي الوحده تاع الصباح. رانا في الوئام ما قدرناش نخرجوا بزاف بعيد، راني غير قدام الدار برك، وني لبست قشي كنت راقد ولا غير كنت راقد لبست قشي، قلت والله غنطل براتا. على كارتي الوئام. كما راكم تشوفوا هذو الباتيمات الوئام.